بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآن إن شاء الله تعالى وبمشيئته 100% وبركاته مطلقا نريد وأحنا نطلب من الله البركات ويتم بركته وبركاته ورضوانه على كل من آمن وعمل صالحا. احنا مش نقف في هالجلسة دي المباركة نقارب 3 آيات من سورة غافر لبردونر. يقول مولانا في الآية 26 وقال فرعون ما قلنا مغرور ميغالومان إلي تريد ليرون إلي وقلنا كيفاش الأصل متاعه مش معروف ولكن اللي يغلب على ما جاء في حقه أنه كان من أرخص الناس من أبخس الناس يعني عبد لا يهتم به. وبعد ولا هو ربهم أنا ربكم الأعلى. وقال فرعون وقت في قمة هذيانه وقال فرعون ذروني أي دعوني ولكن هو يقرر لكن حبي يوري اللي هو ديمقراطي ما يعمل شيء إلا ما يشاور هو يسخر روحه كيف ملك سبا. وقال فرعون ذروني أي اتركوني ماذا ذروه أنتم مستعبدون أذلكم فرعون اللي جاء من أسقط مرتبة في عالمكم أشنو ذروني هذه ماذا تعني. وحنا نعرف في عالم السياسة المتجبرين دائما يورونا وجه ديمقراطي وبالحقيقة ما يكون إلا من غاصب للحكم وما يكون كان مستبد ولا رأي إلا رأيه وما أريكم إلا ما أرى كما نص القرآن الكريم في حق هذا اللعين. والسلام علينا أهل الإسلام.